صباح الخير عليكم أولادي الأعزاء، طلبة وطالبات برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية المستوى الثاني مقر ريادة الأعمال. حابة أقول لكم إن إحنا إن شاء الله هندرس النهاردة الفصل الخامس تحليل الصناعة والمنافسة. عايزة بس كده في عجالة راجع معاكم إحنا درسنا إيه. إحنا من بداية الترم في مقرر ريادة الأعمال بدأنا بالفصل الأول اللي كان بيتكلم عن يعني إيه ريادة أعمال، يعني إيه رائد أعمال، إيه هي أهمية ريادة الأعمال، إيه هو المواصفات الأساسية لرائد الأعمال، يعني إيه ريادة أعمال ومقوماتها أهميتها. وطبعا دي كانت مقدمة لبدء وفهم ما هي مراحل وخطوات ريادة الأعمال. الفصل الثاني كان بيتكلم عن موضوع مهم جدا وهو دور الدولة في دعم ريادة الأعمال، وكنت قلت لكم ساعتها إن أهمية هذا الفصل بتتلخص في إن سعادتك تبقى عارف يعني هي الدولة بتعمل لي ايه بقى، او انا هعمل ايه، او مين الاماكن المختلفة اللي بتقدم لي دعم ومساعدة اذا انا رائد اعمال. اذا انا خلاص قيمت نفسي ولقيت نفسي اصله هكون رائد اعمال، اعمل ايه بقى بالفكرة اللي في دماغي دي. وقلنا ان هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من اهم الهيئات في الدولة المصرية التي تقدم الدعم الكامل الفني والمالي والتدريبي والتمكيني لرائد الأعمال، ودرسنا تفصيليا عن هذه الهيئة. الفصل الثالث كنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم عن يعني ايه فكرة، وان ريادة الأعمال بتبتدي بفكرة، وقلنا ان الفكرة دي يجب ان تكون قابلة للتطبيق ونحولها الى فرصة، والفكرة التي لا تتحول الى فرصة تجارية تصبح وغير قابلة للتطبيق التجاري والنجاح التجاري في السوق تبقى فكرة غير جيدة. وخدنا ايه بالظبط هي خطوات تقييم الفكرة الى اي مدى يمكن ان تكون هذه الفكرة تجارية ام غير تجارية. وقلت لحضراتكم في هذا السياق ان بعد اذنك لما تفكر في فكرة وشايف انها تصلح لريادة الاعمال لازم تسأل نفسك سؤال، هي الفكرة دي ممكن تعيش 100 سنة وتقدم خدمات للمجتمع وفي نفس الوقت تغطي تكلفتها وتحقق هامش ربح، ممكن تعيش 100 سنة ولا لا؟ وده يعني فيصل جيد جدا لإيه؟ طبعا بالتطوير. وبرضه هفكر حضراتكم بحاجة، احنا قلنا لما تطلع لك فكرة، لما تفكر في فكرة وتكتشف انها فكرة ممكن تبقى تجارية ورابحة، لازم يبقى معاها 100 فكرة تطوير للفكرة دي عشان تعيش 100 سنة متشالين في الدرك، بحيث كل شوية تطلع تطوير لهذه الفكرة عشان تفضل عايشة. النقطة الثالثة أو الفصل الرابع اللي خدناه بعد كده اللي هو دراسة الجدوى، وقلنا إن محاور دراسة الجدوى 4 محاور. المحور الأول هو دراسة الجدوى الخاصة بالمنتج، المحور الثاني دراسة الجدوى الخاصة بالصناعة والسوق، المحور الثالث دراسة الجدوى التنظيمية، والمحور الرابع دراسة الجدوى المالية. وعايز أقول ملاحظة صغيرة، الفصل الرابع تم تدريسه في جميع المجموعات ما عدا في مجموعة أو اتنين ما درسوش الفصل الرابع أو ما درسوش الجزء الثاني من الفصل الرابع، لأنه هو كان محاضراتهم يوم الخميس اللي هو تم إلغاء الدراسة فيه بسبب الحالة الخاصة بالطقس والجو في مصر اللي هي موضوع العواصف والكلام ده. فأحب أطمنكم إن إن شاء الله الفصل ده هينزل متسجل لحضراتكم اللي هم ما حضروش الفصل ده سواء الجزء الأول والتاني فيه أو الجزء التاني، بس هينزل كامل متسجل برضو مشروح بالكامل لحضراتكم علشان تسمعوه، وهتبقى فرصة كويسة للشباب الحلوين اللي حضروه في محاضراتهم ومجموعاتهم إنهم يسمعوه تاني ويراجعوه. تمام كده؟ فإن شاء الله الفصل الرابع هينزل بإذن الله خلاص، لكن معظم المجموعات يا ولاد خلصوا الفصل الرابع، فعشان كده احنا ابتدينا بإن احنا ننزل الفصل الخامس. طيب الفصل الخامس بقى اللي هو بيتكلم عن تحليل الصناعة والمنافسة، ايه اخباره؟ تعالوا مع بعض كده نشوف بنتكلم يعني ايه تحليل صناعة ومنافسة. وعايز اقول لكم على حاجة كده صغيرة، احنا لما خدنا الفصل اللي فات الاربع انواع من دراسة الجدوى، خدنا حاجة اسمها دراسة جدوى السوق والصناعة، يعني الى اي مدى السوق والصناعة التي ساقوم بدخولها هي جاذبة وأستطيع أن أقتحمها وأعيش فيها كشركة ناشئة أو كرائد أعمال.
بس خدناها كده ايه يعني في بعض الايه في المجمل. الفصل ده بقى بيديك التولز والتكنيكس زي ما يعني اللي هو ايه الادوات التي تستطيع ان تقوم بها تحليل بتحليل الصناعه والسوق تحليلا دقيقا وعلميا. خلاص فتعالوا مع بعض كده نشوف ايه هي الادوات المستخدمه في تحليل الصناعه والمنافسه. طيب ايه اهداف الفصل؟ يعني ايه تحليل الصناعه والهدف منها؟ يعني ايه القوى التنافسيه الخمسه؟ يعني ايه كيفيه تحقيق نجاح الشركات الرائده باستخدام نموذج القوى الخمسه؟ ايه هي انواع الصناعات المختلفه؟ وايه هو الهدف من تحليل المنافسين وشبكه التحليل التنافسي؟ تعالوا مع بعض نفهم يعني ايه صناعه. ايه هي الصناعه؟ الصناعه هي مجموعه من الشركات التي تنتج منتجا أو خدمة ممثلة مثل صناعة المواد الغذائية التي تشمل على صناعة المواد الغذائية الطازجة، المنتجات الغذائية نصف مصنعة، المنتجات الغذائية المعلبة، الوجبات السريعة، المنتجات الغذائية العضوية، المنتجات الغذائية الصحية، والمنتجات الغذائية الجافة. تعالوا نشرح يعني إيه بالظبط مفهوم صناعة. وليه أنا عايزة أفهم يعني إيه صناعة؟ طيب أنا النهاردة رائد أعمال وفكرت يبقى عندي شركة ناشئة، وفكرت أقتحم صناعة المواد الغذائية. يعني إيه؟ يعني أشتغل مثلا في المنتجات الغذائية الطازجة. إزاي؟ أعرف مجموعة شباب مصريين درسوا إزاي يزرعوا بعض المنتجات العضوية زي خليني أقول لكم المنتجات الطازجة، الخضروات الطازجة بطريقة عضوية ولا تعتمد أو لا تتطلب بالضرورة وتشترط وجود أرض زراعية ضخمة، ولا تتطلب بالضرورة أيضا وجود إيه؟ كميات مياه كبيرة. لو عملتوا سيرش صغير كده على الموضوع ده، وهو بصراحة يعني محتاج قوي تعملوا سيرش عشان تشوفوا الصور دي بنفسكم وتتخيلوها. انتوا عارفين يا ولاد بيقدروا يزرعوا فوق أسطح المنازل مثلا، بيقدروا يصمموا زي تصميم خشبي كده، بيحطوا فيه تربة محدودة جدا، كم محدود من التربة خاص بكل ايه وحدة من الوحدات. تخيل معايا خصاية، الخص اللي هو بتاع طبق السلطة، الفاكهة السلطة العادية خالص، بيبقى تحت كل خصاية كده شوية يعني سماد وتربة صالحة وقوية للزراعة، وبيعتمد على كميات مياه بسيطة جدا جدا بمررها في خراطيم رفيعة جدا بتوصل ما بين الايه التصميم الخشبي اللي هو عامله. فتبص تلاقي يقدر يزرع النوع ده من المنتجات بطريقة عضوية، يعني لا يعرضها لأي أنواع من المواد الكيميائية أو التسميد الغير عضوي، أو وما بيستهلكش كميات مية كبيرة، وما بيتطلبش ولا يشترط أرض زراعية. طب هو بيعمل إيه في السطح بتاع بيته؟ عامل المشروع ده في السطح بتاع بيته. طب وبيقدم المنتجات، بيزرع ايه؟ بيزرع خس وبقدونس وجرجير. طب هي دي منتجات غذائيه؟ اه منتجات غذائيه. اسمها ايه؟ منتجات غذائيه طازجه. طب مين اللي بيشتري الحاجات دي؟ هو انت مش عندك في بلدك صناعه المطاعم، سلاسل من المطاعم اللي هي زي ما بيقولوا عليها كده الفايف ستارز او الخمس نجوم، اللي بتقدم منتجات، عايز تبقى المنتج عضوي وعايز خس مستورد. هو كان بيستورد الخس والجرجير؟ اه كان بيستورده. متصدقوا بقى؟ طب وانا كده بقدر اصنع وبوفر العمر الصعب؟ اه بصنع وبوفر العمر الصعب. بصنع ايه بقى؟ بنتج، بزرع، بعمل زراعه لمنتجات غذائية طازجة حيوية صحية، وأقدر أبقى أوردها لهذه هذه المطاعم، سلاسل المطاعم اللي موجودة في مصر وفنادق الدرجة الخامسة اللي هي فيها مطاعم اللي هي الخمس نجوم. يبقى أنا اخترت هنا إيه؟ اخترت صناعة المواد الغذائية الطازجة، المنتجات الغذائية الصحية. تاني لما تيجي تفكر في صناعة محددة لازم تسأل نفسك، هو أنا في صناعة إيه؟ عندك في حاجة في مصر اسمها صناعة الجلود، من أقدم الصناعات في مصر، كانت مصر في وقت من الأوقات هي متميزة جدا بصناعة الجلود في العالم كله.
كانت بتعمل ايه؟ كان الجلود الطبيعية، جميع منتجات الجلود الطبيعية ومشتقاتها من عن... يعني ايه جلود، منتجات الجلود الطبيعية؟ الشنطة، الجاكيتات الجلد، الأحزمة الجلد، المحافظ، الجزم، كل ما له علاقة بمنتجات الجلدية. كانت مصر الدولة الأولى فيها في المنطقة وفي العالم كله في وقت من الأوقات. ليه؟ مصر عندهم منذ القديم النو هاو أو سر الصنعة زي ما بيقولوا في دباغة الجلود وصباغتها وتحويلها بعد كده لمنتجات جلدية. هي دي صناعة. صناعة ولها ايه ده؟ ده كمان في حاجة اسمها يا ولاد اتحاد الصناعات في مصر. عايزاكم تعملوا سيرش على كلمة المصطلح اتحاد الصناعات. اتحاد الصناعات في مصر ده اتحاد مشكل من مجموعة من الشركات الضخمة في مصر، الشركات القديمة العريقة، صناع اللي عندهم دور كبير في الصناعة المصرية في النوع ده من الصناعة. الله، يعني أنا لو حبيت أدخل صناعة معينة أروح اتحاد الصناعات؟ أروح اتحاد الصناعات. طب ليه أروح اتحاد الصناعات؟ عشان أعرف أنا في أنهي صناعة بالظبط، وأجيب أي معلومات أو سلسلة من الإصدارات عن النوع ده من الصناعة. أنا عايز أشتغل في صناعة الجلود، أنا عايز أشتغل في صناعة المواد الغذائية، أنا عايز أشتغل في صناعة خدمات النقل، أنا عايز أشتغل في صناعة تكنولوجيا المعلومات. كل هذه الصناعات لها اتحادات، الاتحادات دي مشكلة من الشركات والمصنعين والمنتجين ومقدمي الخدمات في هذا القطاع، بيعملوا اجتماعات دورية للاهتمام بشؤون هذه الصناعة ومعرفة مشكلاتها ومحاولة حلها، ويقدروا يساعدوك كمان في انك تعرف وانا ادخل انهي نوع الصناعة دي ولا لا، ما اصبحتش صناعة جديدة. يبقى هو ده مفهوم الصناعة. اقول لكم بقى على حاجة، احنا اتكلمنا عن منتجات الطازجة، المواد الغذائية الطازجة اللي هي الفاكهة والخضار المزروعة في الارض بكل انواع طرق الزراعة والمنتجات الغذائية النصف مصنعة. عارف البطاطس الفارم فريتس اللي انت بتجيبها كده من السوبر ماركت تحطها في الزيت تقليها؟ دي اسمها نصف مصنعة. ليه؟ عشان هي اصلا بطاطساية قشرها وقطعها وعملها كده بخلطة معينة، حطها نص تسوية في الزيت وبعد كده حطها في اكياس بقت نصف مصنعة. كل انواع الخضروات والفاكهة المجمدة اللي موجودة في السوبر ماركت دي اسمها نص مصنع. على فكرة الأنواع دي كلها من المنتجات ما كانتش موجودة في مصر من 30 سنة. دي صناعة ما كانتش موجودة. شوف بقى اللي دخل الصناعة دي من 30 سنة ازاي عايشة لغاية دلوقتي ولسه عايشة كمان. طب المنتجات الغذائية المعلبة شديدة الأهمية ولها احتياجها، وانتوا طبعا فاهمين معنى المنتجات الصناعة المعلبة. طب والوجبات السريعة؟ طبعا كل المطاعم الوجبات السريعة دي صناعة لوحدها ما كانتش موجودة في مصر من فترة كبيرة جدا. ويمكن سلسلة منتجات الوجبات السريعة زي أمريكانا ويمكن ما تعرفوها، بيتزا هات، كنتاكي، هاردز، تكا، ويمبي، كل هذه دي سلسلة، سلسلة وجبات سريعة دخلت مصر. دخلت مصر امتى؟ في نهاية الثمانينيات. يعني بقالها قد ايه؟ احنا بنتكلم في 40 سنة. طب قبل كده ما كانتش موجودة في مصر. طب اللي دخلها من 40 سنة وعايش لغاية دلوقتي، يبقى هو دخل صناعة كانت ناشئة في الوقت ده وكانت واعدة وكانت متنامية بشكل كبير جدا، بيسموها بومينج، صناعة بومينج متنامية، ونجح نجاح كبير ومستمر وبيطور فيها عشان يستمر يعيش 40 سنة كمان. عشان كده انا بقولك ممكن تعيش تدخل صناعة معينة وتعيش 100 سنة. المنتجات الغذائيه الوجبات السريعه، المنتجات الغذائيه العضويه طبعا اللي هي مصنعه بطريقه ما فيهاش كيميكال زي المثال اللي انا قلت لكم عليه من شويه، والمنتجات الغذائيه الصحيه. طبعا انا كلمتكم كتير من اول محاضرات لغايه دلوقتي بكلمكم عن المنتجات الغذائيه الصحيه، واللي هي لا تحتوي على السكر، الدقيق اللي هي المنتجات الاساسيه في التصنيع، ولا الزيوت المهدرجه، كل دي المواد الحافظه، كل المكونات دي اولاد ضاره جدا بالصحه، واحنا قلنا في استبدال لها وعملنا تجربه على ذلك. المنتجات الغذائيه الجافه المقصود بها البقوليات، كل انواع البقوليات يطلق عليها منتجات غذائيه جافه. طيب يبقى انت مطلوب من سعادتك تحدد نوع الصناعه اللي داخلها لو سمحت كده، وتقول لي انت انهي نوع من انواع الصناعه دي وانهي
كاتيجوري من هذه الكاتيجوري. أهمية تحليل الصناعة: بمجرد أن يتم تحديد مدى قابلية المشروع الجديد للتطبيق فيما يتعلق الخطوة اللي عملناها المحاضرة اللي فاتت، مدى قابلية المشروع الجديد للتطبيق، فاكرين لما عملنا تقييم ودرجات وماينس 1 بلس 1 وكل الكلام ده، فيما يتعلق بالصناعة والسوق التي سيتواجد به، أنا بعمل بقى تحليل أكثر عمقا وبستخدم بعض الأدوات الحديثة في هذا التحليل. ما هي الأدوات المستخدمة في تحليل الصناعة يا أولاد؟ تعالوا مع بعض نشوف إيه هي الأدوات المستخدمة في تحليل الصناعة. قبل ما نتطرق للأدوات هنجيب على ثلاث أسئلة. حضرتك، بص أنا عايزاك دايما طول الوقت كده وأنت بتسمع المحاضرة تتخيل نفسك إنك أنت رائد أعمال وعايز تعمل شركة ناشئة وعايز تتقدم في السوق بشركة وتدخل صناعة، وتبتدي تطبق كل كلمة بقولها على نفسك. أنا عايزة أدخل صناعة الجلود، أنا عايزة أدخل صناعة المواد الغذائية، أنا عايزة أدخل صناعة التطبيقات تكنولوجيا المعلومات اللي انتوا بتسموها الابس الابليكيشنز، او اللي هي اسمها الابس او الابليكيشنز، يعني المعروفة باسم الابس والابليكيشنز. عايزة ادخل اشتغل في السوق ده، طب يلا اشتغل معايا خطوة خطوة، امشي معايا. عايزة ادخل اشتغل، الكثير منكم جدا اثناء السنة الدراسية ربنا يحميكم جم قالوا لي احنا عايزين نقدم مشروع له علاقة بتحسين صحة الشباب من حيث برامج رياضية، برامج غذائية متكاملة، ازاي اتناول الشاب كده صحيا من حيث اعمله برنامج رياضي وبرنامج صحي غذائي ونمط حياة. الله، ده مشروع عظيم، مشروع هايل، مشروع انا شايفة ان هو مشروع المستقبل بالنسبة للشباب والاطفال. وفي منكم مجموعة يقدموها، مجموعة الخدمات دي للشباب وفي للشابات وفي للأطفال وفي لكبار السن. الله، ده أنا عندي قطاعات مستهدفة كثيرة جدا. المشروع ده ممكن يتطبق وأنصحك نصيحة، تخصص. تقولي لا 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 أنا هفتحه للكل. لا، الشطارة بقى أنك تتخصص تستهدف بيه فئة مستهدفة بعينها. تعالى كده نشوف إزاي الصناعة متاحة، بمعنى هل هي مكان واقعي لدخول مشروع جديد؟ هل تحتوي الصناعة على أسواق جاهزة للابتكار أو تعاني من نقص الخدمات؟ هل تستطيع الشركة الناشئة تجنب بعض مشكلات الصناعة السلبية؟ تعالوا ندخل مع بعض كده وناخد أبليكيشن صغير أو تطبيق كده أو ناخد مثال عشان أجاوب معاك على الثلاث أسئلة دي. أنا هتخيل معاك إن أنا صاحبة مشروع له تطبيق، التطبيق ده يقدم خدمات النقل الداخلي الخاص، خدمات النقل الداخلي الخاص زي أوبر وكريم، كويس؟ طيب هو المشروع ده كان موجود في مصر من 10 سنين؟ لا، ما كانش موجود في مصر. ليه؟ تعالوا نجاوب على الأسئلة دي. هل الصناعة متاحة وهناك مكان واقعي لدخول مشروع جديد؟ في الوقت ده من 10 سنين ما كانش واقعيا تطبيق مشروع زي ده. ليه؟ إجابة السؤال الثاني، هل تحتوي الصناعة على أسواق جاهزة للابتكار وتعاني نقص الخدمات؟ هي بتعاني من نقص الخدمات لكن هي غير جاهزة للابتكار. ما كانش فيه بنية تحتية يا أولاد لتكنولوجيا المعلومات، ما كانش فيه في الوقت ده جوجل ماب، ما كانش فيه في الوقت ده جي بي اس، ما كانش فيه في الوقت ده شبكة انترنت، سمارت فونز منتشرة، انتشار من 10 سنين، ما كانش فيه انتشار للسمارت فونز، كلنا ماسكين سمارت فونز، كلنا عندنا انترنت جيد وقوي على اجهزة الموبايلز بتاعتنا، كلنا عندنا تقدر تنزل ابليكيشن جوجل ماب، تقدر قصدي يبقى عندك جوجل ماب، تنزل جي بي اس، عندك جي بي اس. طب الله، وبعدين انت كده جاهز النهاردة؟ جاهز. طب من 10 سنين؟ لا، ما كنتش جاهز. طب هل تستطيع الشركة الناشئة تجنب بعض مشكلات صناعة وسلبياتها؟ تعالى بقى ندرس الموضوع من اول. في وقت من الاوقات كانت وسائل النقل، هي دي صناعة اسمها صناعة ايه؟ صناعة خدمات النقل. طيب ايه هو المتاح فيها؟ نقل الجماعي، الاتوبيسات، الميكروباصات، المتروهات، نقل داخلي. طيب دي خدمات اسمها ايه؟ نقل عام. طيب النقل الخاص، التاكسي او استخدام سيارتك الخاصة واستئجار سائق خاص. الله، طب وبعدين هو انا ازاي اقدر ادخل السوق ده؟ في مشروع جديد ممكن يدخل؟ في بنية تحتية تكنولوجية جيدة. انتوا عارفين أوبر وكريم قبل ما يدخلوا مصر درسوا السوق المصري، هل هناك بنية تحتية تكنولوجية؟ قالوا لهم قالوا اتفضلوا احنا داخلين. طيب هل تحتوي الصناعة على أسواق جاهزة للابتكار؟ في أبليكيشنز، في سمارت فونز، في إنترنت قوي،
الله، طب ما دي أسواق جاهزة للابتكار. هل تعاني من نقص من الخدمات؟ النقل الخاص ماله؟ يا نهار أبيض، بيعتمد على إيه؟ سواقين التاكسي. الله، هو في مشاكل منهم؟ ليه؟ والله في توتر في العلاقة ما بين المواطن وسواق، في مش عدم، في تأخير، في تكدس، في، طيب يبقى في نقص خدمة، في ناس كتير ناقصهم خدمة نقل خاص أفضل جودة. طيب هل تستطيع الشركة الناشئة تجنب مشكلات الصناعة وسلبياتها؟ إزاي؟ في هذه الشركات يستلزم عدم التواصل ما بين، يعني مش مسموح للسائق يتواصل أو يضغط أو يفاصل باختصار كده من الآخر مع الراكب في الأموال اللي هو هيدفعها. الله، ده في أبليكيشن بيحكم العلاقة ما بيننا، مسعر بالكيلومتر، والكيلومتر قدامه فلوس، والأبليكيشن بيوضح ده وبيشرحه. طب والتعامل؟ مفيش تعامل، بدل الموضوع ده كان بيعمل مشاكل كتيرة جدا. طب والأمان؟ أكثر أمانا. طب الله، وأكثر ثقة وأكثر هدوءا العلاقة. يبقى الله، يبقى تستطيع الشركة الناشئة تجنب مشكلة. يبقى هنا أنا أقدر أدخل بصناعة، أنا أقدر أدخل قصدي كشركة ناشئة بأبليكيشنز من النوع ده في السوق دي بالظروف اللي هو فيها دي؟ الإجابة نعم. يبقى تعالى نجاوب على الأسئلة. هل الصناعة متاحة ويوجد مكان واقعي لدخول مشروع جديد؟ نعم. هل تحتوي الصناعة على أسواق جاهزة للابتكار وتعاني من نقص خدمات؟ نعم. هل تستطيع الشركة الناشئة تجنب بعض مشكلات الصناعة وسلبياتها؟ نعم. إذا يلا ندخل هذه السوق، هذه الصناعة. ده الكلام ده على لسان أوبر وكريم لما دخلوا السوق المصري. طب النهاردة بقى لو أنا عايز أعمل مشروع من النوع ده، لا، الموضوع مش هيبقى بالسهولة اللي كان فيه من سنوات، لأن الحقيقة هم سبقوا دخلوا السوق. طب لو عايز أدخل بقى، لازم أقدم يا أولاد، أدور وأعمل زي كده سيرفي واسأل العملاء وادرس الصناعة بشكل متعمق ودقيق جدا عشان اقدر اطلع كل نواحي النقص وكل المشكلات والسلبيات اللي بتعاني منها الخدمة اللي بتقدمها الشركتين دول عشان اقدر ادخل بايه؟ بابليكيشن جديد لتقديم خدمات النقل الخاصة. اللي بقى ايه هي بقى اهم مداخل تقييم جاذبية الصناعة؟ هو انا اصلا بدرس الصناعة ليه؟ عشان اعرف هي جذابة ولا لا. يعني ايه جذابة؟ يعني ادخل الصناعة دي ولا لا؟ انا مين؟ انا رائد الاعمال اللي عندي شركة ناشئة. طب يلا ندخل الصناعة دي اقيم جاذبيتها الاول. ازاي؟ ادرس حاجة اسمها عوامل البيئة الخارجية وعوامل بيئة الاعمال. الحاجة التانية استخدم تكنيك اسمه نموذج القوى التنافسية الخمس. هنفهم الكلام ده دلوقتي. اتفضل. اولا ادرس عوامل البيئه الخارجيه وعوامل البيئه التجاريه اللي هي بيئه الاعمال. يعني ايه الكلام ده؟ احنا درسنا قبل كده اكتر من مره في ماده مبادئ الاداره وفي ماده اداره التسويق انه في حاجه اسمها عوامل البيئه الخارجيه اللي هي عباره عن ايه؟ عوامل البيئه الصناعيه، انا اسفه، البيئه الاقتصاديه، الاجتماعيه، القانونيه، التكنولوجيه، السياسيه، التنظيميه. الله، طيب، طب وبعدين ايه فايدة ده؟ تعالوا مع بعض نشوف ازاي ادرس كل عامل من هذه العوامل واشوف الى اي مدى هذه العوامل تؤثر بالسلب ولا الايجاب على ايه؟ على تقييم جاذبية الصناعة. وبالتالي دايما بصوا، انا بدرس الفصل ده النهاردة عشان اجاوب على سؤال واحد. انا شركة ناشئة رائد اعمال، ادخل الصناعة دي ولا لا؟ انا بستخدم كل المعلومات اللي بندرسها النهارده وكل الاسئله اللي بنجاوب عليها وكل ادوات التقييم اللي بنستخدمها علشان نجاوب على سؤال محدد. انا شركه ناشئه رائد اعمال، ادخل الصناعه دي ولا لا؟ الاجابه الاجابه لا، يلا ندرس صناعه تانية. لو الاجابه ندخل، لو الاجابه لا يبقى يلا تعالى ندرس نوع تاني من انواع الصناعه. بعد كده تعالى بقى نشوف ايه هي عوامل البيئة الخارجية. لو أنا النهاردة خدت إن عوامل البيئة الخارجية هي عوامل اقتصادية، عايز أفهم يعني إيه عوامل اقتصادية؟ ما هي العوامل الاقتصادية؟ القوى الشرائية. طب لما أوبر وكريم جم يدخلوا مصر، هل كانت القوى الشرائية معدلات الدخل ملائمة في مصر للدفع مقابل تقديم خدمة خاصة مش رخيصة على فكرة ولا لا؟ الله،
ده اتضح انه القوة الاقتصادية جيدة، القوة الشرائية جيدة، ومعدلات الدخل جيدة، وهناك فرصة كبيرة لنجاح مثل هذه المشروعات اللي هي مشروع النقل الخاص باعتماد على تكنولوجيا المعلومات، مشروع خدمات النقل الخاص زي أوبر وكريم. طيب تعال نشوف العوامل الاجتماعية. هل العوامل الاجتماعية في الدولة كانت تسمح بأنه مشروع زي ده ينجح؟ إن أنا كشركة ناشئة أدخل في المشروع ده؟ الإجابة نعم. طب إزاي؟ الأسرة المصرية حصل تطورات كبيرة فيها في الفترة اللي فاتت، بحيث الأسرة بقت حريصة جدا على تطوير الأبناء، من حيث عايزين يودوهم دروس، عايزين يودوهم تمرينات، عايزين يودوهم مدارس جيدة، عايزين يودوهم يعني يعملوا أنشطة مختلفة. التنقلات الكثيرة جدا دي ترتب عليها طبعا تنقلات كثيرة. طب الأهل عندهم شغل ما بيعرفوش يودوا ولادهم ويجيبوهم، عايزين يعتمدوا على وسيلة نقل خاصة ملائمة مناسبة آمنة. يبقى العوامل التطور اللي حصل في سلوك الأسرة المصرية في الانتقالات ساعد على كعوامل اجتماعية ساعد على نجاح هذا المشروع. طب نشوف اللي بعده، التقدم التكنولوجي. هل ساعد البنية التحتية التكنولوجية في الدولة المصرية على نجاح هذه المشروعات للشركات الناشئة؟ نعم ساعدت. طب دلوقتي الإنترنت سرعته جيدة جدا جدا، فكرة التواصل واستخدام السمارت فونز واستخدام الابليكيشنز المنتشرة جدا في المجتمع، وهناك تقدم تكنولوجي بمعناه يعني المطلوب في الجزئية دي، يبقى ده معناه نعم. يبقى إذا ساعد كل من العوامل الاقتصادية، العوامل الاجتماعية، التقدم التكنولوجي على نجاح هذا المشروع. يبقى هل تستفيد الشركة الناشئة في صناعة تقديم خدمات النقل الخاصة عبر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات؟ هل تستفيد هذه الشركات من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا في المجتمع المصري؟ نعم تستفيد. طيب التغيرات السياسية، التوجهات العامة والتنظيمية، التوجهات العامة للدولة فيما له علاقة بالاهتمام بالبنية التحتية التكنولوجية وبالاهتمام بتقديم الخدمات وإتاحة فرصة تقديم الخدمات، هو إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده إن لما حصل، لو تفتكروا من كام سنة كده، حصل مواجهة عنيفة ومقاومة عنيفة من أصحاب سيارات التاكسي وسيارات النقل الخاص من النوع ده للمشروعات دي، وراحوا اشتكوهم ورفعوا قضايا وجمعوهم وضربوه وعملوا تصرفات كثيرة جدا. التدخل الدولة في حل هذه المشكلة، ان المواطن من حقه يحصل على خدمة نقل خاصة جيدة كما يحصل عليه عبر دول العالم. ده انا عايزة اقولك مش المواطن بس، والسائح، سعادتك السائح لما بيجي بلدك زي ما بيستخدم اوبر وكريم بره مصر، عايز يستخدمهم جوه مصر، مش عايز يتعامل مع اي تلاعب من اي نوع في يعني الابلكيشن ده بيساعد على يعني هو من المقومات المهمه جدا للسياحه في بلدك، بيساعد المواطن نفسه اللي عايز يحصل على خدمه نقل جيده، الاسره المصريه نفسها. انا ليه بشرح بتفاصيل في كل نقطه؟ عشان افهمك انك لما تيجي تختار مشروع كشركه ناشئه تتناول كل عامل من العوامل بالتفصيل عشان تشوف العوامل هتساعدك ولا لا. فبنفس تفكر بنفس الطريقه دي. يعني انا بشرح بطريقه بس تساعدك على ازاي تفكر وتسال نفسك اسئله وتفضل تسال نفسك اسئله. طبعا يعني ايه كلمه تغيرات تنظيميه؟ بصوا يا اولاد، التغيرات التنظيميه مقصود بيها القصه ايه؟ انه نماذج الاداره في هل العوامل الخاصه بنماذج الاداره تغيرت في مصر؟ تغيرت. يعني المصري في الاول كان عنده ثقافه كده انه كان زمان قوي قوي يقول لك ايه، لو فاتك الميري تمرمغ في ترابه. يعني ايه؟ يعني لو اشتغلتش في الحكومه اتصرف، اعمل اي حاجه عشان تشتغل في الحكومه موظف. طب لا، ده في كذا جيل بقاله فتره فاهم انه لا، مش بالضروره. اولا في التعيينات وقفت، الحاجه الثانيه والله الاجيال نفسها، ده لو في تعيينات مش عايزه اشتغل في الحكومه، عايزه ابقى عندي حريه في التنقل ما بين الوظائف المختلفه، عندي حريه لتطوير نفسي، عندي حريه لان انا في وقت من الاوقات يبقى عندي شركه خاصه. طب هو ايه علاقه ده بالتغيرات التنظيميه؟ هقول لك.
نماذج الدولة، نماذج الإدارة في مصر، إن أنا أبقى شخص تقليدي مصري كده تقليدي بفكر بطريقة إن أنا لازم أتوظف في شركة، يبقى لي تأمين صحي، يبقى لي اتغيرت. أنا دلوقتي مستعد إن أنا أشتغل في شركة زي الشركات اللي إحنا اتكلمنا عليها، أوبر وكريم مثلا، وأبقى موظف فيها بالوقت. أنت عارف إن أنا عندي عربية، العربية دي عايزة في وقت فراغي أشغلها في أوبر وكريم، وانا موظف في اوبر وكريم. موظف في اوبر وكريم خلال قد ايه؟ خلال 5 ساعات بس اللي بشغل فيها عربيتي. طب وغير كده؟ لا، ما انيش موظف عنده. طب ليا حقوق ايه؟ ليا حقوق الدفع مقابل عدد ساعات العمل. طب وبقيه الحقوق الخاصه بان انا الحضور والانصراف وامضاء الحضور والانصراف والخصومات والاجازات المرضي والاجازات؟ لا، انا بشتغل بالساعه، عايز اشتغل بالساعه اشتغلت، مش عايز اشتغل خلاص سلام عليكم انا هقفل الابلكيشن. الله، طب انا بقيت ده نماذج تنظيميه في العمل، نموذج تنظيمي ما كانش موجود في وقت من الاوقات في ذهن ووعي وتركيب الشخصيه المصريه. طيب في مثال تاني الحقيقه موجود هنا برضو في السلايد، بيتكلم عن فكره ان انا مثلا في بعض الدول يا ولاد اللي عندهم شيخوخه سكان زي الدول الاوروبيه، مينلي الدول الاوروبيه يعني. انا بشخبط معلش انا اسفه، بس يعني دول طبعا نشأت عندهم صناعات بتبيع المنتجات لكبار السن مثل صناعات تقويه السمع، ودي الحقيقه دول بتحتاج النوع ده بقى، يعني اي شركات ناشئه تشتغل في تقديم منتجات لكبار السن، خدمات لكبار السن، صناعات، اجهزه مساعده وكده، لان هذه المناطق او هذه الدول تتسم بشيخوخه السكان. فدي من العوامل الاجتماعية اللي احنا درسناها من شوية وساعدت على نجاح الشركات الناشئة في صناعات تبيع المنتجات لكبار السن. طيب في حاجة اسمها عوامل البيئة التجارية او اتجاهات الاعمال، بمعنى الاتجاهات الاخرى على الصناعة اللي ليست اتجاهات بيئية في حد ذاتها ولكن هي جزء من طبيعة الصناعة. يعني ايه برضو؟ يعني مثلا على سبيل المثال في بعض الصناعات بتستعين بشده بمصادر خليجيه بيسموها اوت سورسنج. يعني ايه؟ انك انت بتبقى مثلا، انتوا عارفين مثلا، هقول لكم على حاجه، شركه زي شركه فودافون مثلا ما بتعملش تعيين، ولكن مين اللي بيعمل لها الريكروتنج اللي هو التعيين والتوظيف والاختيار والاعلانات وكده؟ شركه متخصصه في الاتش ار. طب عندهم اتش ار؟ عندهم اتش ار، بس ما بيشغلوش دماغ. ليه؟ عشان يركزوا في الكور، في الكور بيزنس بتاعهم اللي هي الصناعه الرئيسيه بتاعتهم اللي هي صناعه الاتصالات. فتلاقي معتمد على شركه اتش ار طول الوقت بتشتغل عنده بالمشروع. يعني ايه؟ انا عايز الفتره الجايه يا جماعه عدد من العاملين في خدمه العملاء في، طيب تقوم بشركه الاوت سورسنج دي اللي هي الاتش ار دي تبتدي تقدم لهم ايه هذه الخدمات. الدول ما بينها وبين بعض، يعني مثلا الهند أكبر مورد لخدمات تكنولوجيا المعلومات عن بعد لأمريكا والدول الأوروبية وأوروبا، لأنها العمالة فيها منخفضة التكلفة بينما الدول دي العمالة فيها مرتفعة التكلفة، فبتخليها بتتعتمد عليها في تقديم خدمات للإيه. فالنوع دي من الصناعة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، جزء أصيل من تشكيلها وتكوينها ما يسمى بالأوت سورسنج أو الاعتماد على العمالة الخارجية اللي مش معينة في الشركة. يعني أهم حاجة إن أنا بستعين بموظف، الموظف ده إيه؟ مش موظف في الشركة، ولا مين اللي هو هيبقى موظف، لكن هو موظف عند مين؟ عند شركة متخصصة في هذا. كويس؟ عارفين اشهر مثال على ذلك اللي هو منتشر كلنا بنشوفه، شركات الامن وشركات النظافه. يعني تدخل مكان زي الجامعه عندك مثلا، تلاقي الناس المتخصصين في الامن لابسين كده ايه، لازرق كلهم ومكتوب عليهم كير سيرفيس، شركه كير سيرفيس. يبقى دول مش موظفين في الجامعه، ولكن دول موظفين في ايه؟ في شركه كير سيرفيس. وهكذا تدخل اي هيئه، تدخل المول، المول كل المولات، كل العاملين في هذه المولات مش موظفين في إدارة المول، ولكن هم موظفين عند شركة إيه؟ عند شركة الكير سيرفيس اللي بتبعتهم عشان يشتغلوا في الأمن أو يشتغلوا في النظافة أو غيره. يبقى أنا لو اشتغلت في صناعة، صناعة من النوع ده، أعرف إن أنا هعتمد على العمالة بالشكل ده، هي دي طبيعة هذه الصناعة. طيب خلينا نروح للجزء اللي جاي اللي هو تكنيك أو ما يطلق عليه يا ولاد أداة القوى
الخمسه التنافسيه في تحليل جاذبيه الصناعه. احنا كده خلصنا دراسه عوامل البيئه الخارجيه في تحليل جاذبيه الصناعه، خلاص يلا.